ايه الاخبار؟ اخيرا شرفت. انت راجل انت؟ بابا ارجوك ليك عين تتكلم. مراتك بتموت جوه، وحفيدي حفيدي الحاجه الوحيده العده اللي انت عملتها في حياتك. ممكن طيب ناجل اي كلام دلوقتي ونطمن عليهم؟ ليه فارقين معاك ولا حاجه؟ ايه مستغرب على ايه؟ ولو كانوا فارقين معاك كنت قعدت جنبهم في البيت. واقعد جنبهم ما ده مش ميعاد ولادتها. حتى لو مش ميعاد ولادتها يا اخي اقعد جنبيهم اسبوع اسبوعين، والله صعب عليك قوي دي. حفيدي حفيدي اللي انا وصيتك عليه من اول يوم. بابي لو سمحت اهدى وطي صوتك، احنا في المستشفى مش عايزين الناس تاخد بالها. اخيرا قلت حاجه عدله في حياتك. سيبك منها وخليك معايا دلوقتي. انت كنت فين؟ بعدين يا بابا بعدين. مفيش حاجه اسمها بعدين، انا عايز اعرف انت كنت فين وليه قافل موبايلك؟ وايه بقى الاهم من ابنك؟ ايه الاخبار يا دكتور؟ خير يا مجدي. بقال في مين؟ أنا آسف يا مازن بيه، أنا غصب عننا والله. حضرتك واثق إن إحنا عملنا كل اللي نقدر عليه؟ ماشي يا دكتور مجدي، اتفضل أنت دلوقتي. ثواني بس، هي هتفوق إمتى؟ بكرة الصبح إن شاء الله. يعني حالتها مستقرة؟ ما قال لك هتفوق بكرة الصبح إن شاء الله، روح أنت يا مجدي. حاضر يا فندم. وفر اي حاجة ممكن تقولها لي، أنا مش ناقص. يا سلام، المفروض أنا خاف وما أتكلمش. إحنا عندنا حالة وفاة، قدر اللي إحنا فيه، وراعي اللي أنا فيه دلوقتي. اللي أنت فيه بسبب إهمالك ده. وأنا يعني كان في دي أعمله؟ أنا كنت فاكر إن ده هيحصل. أنت مش مكسوف من الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ مدير مستشفى قد الدنيا، مش قادر تعمل لها تشيك أب كل يوم؟ كنت بعمل لها تشيك أب، بس كانت الحالة مستقرة. حتى لو كان مستقر يا أخي، إيه مستخسر؟ معكش يا اخي كنت تطمن على ابنك حفيدي. هو ده كل يعني اللي فارق معاك؟ ايوه طبعا. وان لعلمك لا انت ولا هي كنتوا تفرقوا معايا، انا كان اللي يفرق معايا حفيدي. طب وهي ذنبها ايه بس يا بابي؟ ذنبها ايه؟ ذنبها انها بقت زيه فاشله. طب وفعل ليه؟ انا ابني ميت. عامة كل اللي انت عايزه هيحصل، حفيدك هيجي بس من واحده تانيه. يا سلام بالبساطه دي؟ انت ايه يا اخي؟ ما انت زعلان على ابنك اللي راح. زعلان ومتضايق قوي من جوايا، بس مش بحب ابين. كل اللي انت بتحلم بيه بقيه حياتك هيتحقق، حفيدك هيجي. محتاج مني بقى حاجه تانيه؟